من حنايانا إليكم وحبا يغمر الأرجاء نورا أتينا بالحياة لكل قلب نمد الروح أمسا وسرورا دقائق مع نسائي مع بقات مع الآيات تمطيرنا حبورا مع الأنغام ننشدها لحونا لتنثور في جوانحنا زهورا هذا البرنامج برعاية سبحان الله يا شيخ وليد يعني تكلمنا عن المحبة من كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم فليتبعه في أقواله وفي أفعاله صلى الله عليه وسلم وفي شأنه كله الله سبحانه وتعالى قد أنزل آية آية هي آية امتحان وآية اختبار لمن قال أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إذا هذا القدوة شيخ عبد الله قبل ما جيك القدوة صلى الله عليه وسلم يتأثر منه الصغير والكبير ومن دخل في دين الله تبارك وتعالى شيخ عبد الله هناك نماذج من سلف الأمة تأثروا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم نريد بعض الصور المشرقة التي عاشها سلف الأمة في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تفطرت وتورمت قدمه الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم ينظرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقوم الليل فذكر أو يعني في الحديث عن عائشة أنها قالت يا رسول الله أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وكذلك غيرها من الصحابة كانوا يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما رأوا طول القيام وطول التهجد لله عز وجل وطول الوقوف بين يدي الله أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا انظر إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه في ليلة من الليالي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقوم الليل ويناجي ربه صلوات ربي وسلامه عليه فيقف ويصف بجانبه فيستفتح النبي صلى الله عليه وسلم بسورة البقرة فيقرأ ويطيل القيام قال عبد الله بن مسعود قلت يركع عند المئة إذا وصل مئة آية سيركع النبي صلى الله عليه وسلم فوصل إلى المئة وواصل قراءته صلى الله عليه وسلم قال قلت يركع عند المئتين فواصل النبي صلى الله عليه وسلم قلت يختمها فختم النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة ولم يركع بل قرأ سورة النساء كما جاء في الترتيب في حديث عبد الله بن مسعود فقرأ بسورة النساء كاملة وعبد الله بن مسعود واقف ثم قرأ بسورة آل عمران كاملة وعبد الله بن مسعود واقف يعني على قدميه والنبي عليه الصلاة والسلام يتلذذ بهذا القيام حتى يقول هممت أيوة فقال عبد الله بن مسعود حتى هممت بأمر سوء قالوا ما هممت به يا أبا عبد الرحمن قال هممت أن أجلس وأدعى انظر إلى الشاهد الآن عبد الله بن مسعود رأى هذا المنظر ووقف مع النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام يصعد على شجرة فتأتي الرياح وتهز ثوبه وتكشف عن ساقيه فيضحك الصحابة من دقة ساقي عبد الله بن مسعود
فيقول عبد الله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقي عبد الله بن مسعود؟ لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. شوف، فطبقوا، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ثم قاموا. هناك تلميذ لعبد الله بن مسعود. شوف القدوة تنتشر. أنت ماذا تصنع؟ سيصنع أبنائك. أنت على خير، تحافظ على الصلاة، تحافظ على قراءة القرآن، تحافظ على الذكر والتسبيح، تحافظ على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ينشأ أبنائك. وإذا كنت مدرس ينشأ طلابك على هذا الأمر. وكم نذكر من مدرسين لنا جزاهم الله عنا خير الجزاء، كانوا يعلمونا وكنا نراهم قدوة فنقتدي بهم. عبد الله بن مسعود له تلميذ اسمه الربيع بن خثيم. الربيع بن خثيم يرى ما كان يصنع عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود كان يرى ما يصنع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الربيع بن خثيم ممن يقوم الليل ويحيي الليل بالقيام، حتى كانت تقول له ابنته: يا أبتاه، ألا تنام؟ قال: من خاف عذاب جهنم كيف ينام؟ يقول له عبد الله بن مسعود: لو رآك النبي صلى الله عليه وسلم لأحبك. لو رأى هذا الفعل منك، هذه الطاعات، هذا القيام، فهكذا يكون القدوة. إذن شيخ عبد الله، الله يجزاك خير، هكذا تكون القدوة وهكذا يكون أثرها. هناك أيضا شيخ خالد، الله يفتح على قلبك، هناك نماذج من صبية وفتية تأثروا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قدوة لهم. من تختار من هؤلاء؟ واقفا فاضت وئاما، ونبني من محبتنا قصورا، فأجمل ما يعيش المرء حقا دقائق توقظ الغافي دهورا دهورا. ويرضعهم الأمانة، ويرضعهم إرضاء، يعني يدخل سبحانه صلى الله عليه وسلم هذا ويعيشهم في هذه في حياتهم بهذه الصفات. يعني البعض لربما يقول أن هؤلاء صغار، يعني ما ينتفعون بقدوتي. إذا أنت كنت أنا يعني على غير طاعة وغير استقامة، ما يتأثر هذا الصغير. ولذلك هذه رسالة للمعلمين، ورسالة لأمة المساجد، ورسالة للمربين، ورسالة لأولياء الأمور. نقول: ربوا أولادكم على ما كان عليه عليه الصلاة والسلام، حتى يكونوا قدوة اقتدى بهم النبي اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيأتون هم قدوات لمن بعدهم. هذا عمير بن سعد، صغير طفل لم يبلغ 11 من عمره، نشأ يتيما، ربته أمه، قد تزوجت الجلاس ابن سويد. هذا الجلاس كان يقود عمير بن سعد إلى مسجد رسول الله، فيأتي إلى مسجد رسول الله فيتعلم، يسمع الآيات التي تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذها. أحب النبي صلى الله عليه وسلم وعاش بتلك القدوة في حياته، يأتي بها إلى البيت، يذهب بها إلى المسجد، في السوق، مع الأطفال، إنما هذه القدوة تعيش معه. عمير بن سعد في يوم من الأيام أقبل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجهز عليه الصلاة والسلام لغزوة تبوك، وتأتيه الإمدادات من الصحابة رضوان الله عليهم، والتبرعات والصدقات والتجهيز. فيرى عثمان ينفق، يرى عبد الرحمن بن عوف ينفق، يرى الكبير والصغير يأتي بما قل كثر وقل في يده ليعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم. فرأى هذا المنظر، لكنه استغرب أمر واحد، هو أنه لم يشاهد الجلاس بن سويد عمه الذي يملك من الأموال أن يأتي وينفق مع هؤلاء الرجال. فرجع إلى البيت فوجد عمه الجلاس وهو جالس، فقال: يا عمي الجلاس، ليتك رأيت اليوم ما رأيت، رأيت صحابة رسول الله عثمان ينفق، وعبد الرحمن بن عوف ينفق، وذلك يأتي بفراشه ويبيعه ويضعه في تجهيز جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الجلاس كلمة هزت ذلك الطفل الصغير الذي اهتز، أراد الجلاس لعل تلك الكلمة هزت القدوة
في قلب ذلك الطفل بالله اسمع، قال إن صدقنا محمدا فيما يقول فنحن أشر من الحمير. قدوته محمد عليه الصلاة والسلام الذي يعيش به في منامه وفي حياته وفي كل تصرفاته كادت أن تهتز، لكنه الصادق الذي صدق في حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا عمي الجلاس إني مخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قلت، فانظر ما أنت فاعل. قدوتي وحبيبي وخليلي عليه الصلاة والسلام سأخبره. فلما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فأخبره، فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم بجانبه وقال له أقال الجلاس ذلك؟ قال نعم. قال ادعوا لي الجلاس. فأتى الجلاس فجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما مقولة وصلتني يا جلاس عنك؟ قال يا رسول الله كذب علي عمير طفل عمره 11 سنة، أتصدقه وتكذبني يا رسول الله؟ أنا صاحب الجاه، أنا صاحب المال، أنا أكبر منه، أنا الذي ربيته، أتصدق يا رسول الله هذا الطفل الصغير اللي عمره 11 سنة؟ بدأ الطفل الصغير يبكي لأنه لا يريد قدوته أن تكذبه، خاف أن يكذبه قدوته، لكنها ما هي. وقال الجلاس يا رسول الله إن أردت أن أحلف لك الآن حلفت. فما هي إلا لحظات ليرتعش النبي صلى الله عليه وسلم ويرتعد، وبذلك يعرف الصحابة أن جبريل قد نزل بآيات من فوق العرش، آيات من أجل طفل صغير عمره 11 سنة. فأنزل الله سبحانه وتعالى يحلفون ما قالوا يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. قال يا رسول الله صدق عمير. فأمسك القدوة وأمسك الحبيب بأذن من أحبه ومن أخذه قدوة يمسكه، فقال له وفت أذنك يا عمير وصدقك ربك. مرحبا بمن صدقه ربه، الله أكبر. بل كان يا شيخ يقول عمير بن سعد مرحبا بالذي صدقه ربه من فوق سبع سماوات، ويقول مرحبا بالذي أنقذني الله به من النار. حلقتنا انتهت، والشيخ فايز خاطرة صغيرة صغيرة يا شيخ. والله يا أخي لا نشك في حب النبي صلى الله عليه وسلم، لا نشك والله يا أخوان أن كل واحد فينا قد يفتيه بكل ما عنده، لكن سؤال أريد أن أسأله لنفسي أولا، وكل واحد يا أخوان يسأل نفسه، وكل مشاهد ومشاهد الآن يسأل نفسه. لو أراد الله جل وعلا أو قدر الله جل وعلا أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم الآن وينظر في حالنا، ينظر في بيوتنا، ينظر في حالنا مع بعضنا يا أخوة، هل حالنا الآن يرضي قدوتنا صلى الله عليه وسلم؟ أين بيوتنا التي امتلأت بالبجول؟ أين بيوت المسلمين الذين قطعوا الصلاة يا شيخ؟ هل هذا يرضي النبي صلى الله عليه وسلم في مساجدنا بيوتنا؟ يا أخوة حب النبي صلى الله عليه وسلم ليس دعاوى، حب النبي صلى الله عليه وسلم عمل، أن تعمل بما أمر الله جل وعلا به وما أمر به النبي عليه الصلاة، أن تمشي على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى تنال شفاعته. اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا ممن أحب النبي صلى الله عليه وسلم حق المحبة، واحشرنا معه يا رب، وأولدنا حوضه إنك على كل شيء قدير. أحبتي الكرام، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان يوم القيامة رأى أمته تأتي ثم يأتون على الحوض وهو حوض الكوثر للنبي صلى الله عليه وسلم، خصه الله له إن أعطيناك الكوثر، قال فيرى صلى الله عليه وسلم من أمته أناس يمنعون أن يردوا هذا الحوض، فيقول صلى الله عليه وسلم يا ربي أمتي، فيقال له يا محمد إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، كل ما تحدث من حدث بغير ما أنزل الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم ببدعة أو ضلال تحجبك أن تكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فالله الله على خطواته، الله الله على سنته، يا رب اجمعنا به، اجمعنا بحبيبنا وقدوتنا وسيدنا وقرة أعيننا وتاج رؤوسنا صلوات ربي عليه وسلم. جزاك الله خير يا شيخ فايز، كانت خاطرة وخاتمة
في القدوة صلى الله عليه وسلم مؤثرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يريدنا حوضه وأن يجمعنا به عند حوضه لنشرب من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ولسان حالي وإخواني يقول: ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد لي نبيا. شكر الله لكم متابعتكم ومشاهدتكم لأجمل دقائق التي قضيناها ومضيناها في سيرة قدوتنا صلى الله عليه وسلم. إلى لقاء قادم يتجدد بكم، انتظرونا لترون الجديد والمفيد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المواقف مع شبابنا كثيرة جدا، والمواقف اللي تدل على إن شبابنا يحملون في قلوبهم خير كثير لا تعد ولا تحصى. منها في يوم من الأيام قابلت واحد من الشباب فسألت السؤال، قلت له: إيش اسم أمك في الجوال؟ ففاجأني هذا الشاب باسم رائع ورائع جدا. أنا أكلمكم عن هذا الاسم وعن هذا الموقف اللي تقريبا قبل أكثر من سنة، والله إنه مؤثر في نفسي ومؤثر في قلبي إلى هذه اللحظة وإلى هذا الحين. قلت له: يا عمر إيش اسم أمك في الجوال؟ قال: اسم أمي هذا هو الاسم. فتفاجأت بأن عمر صاحب 21 سنة مسمي أمه في الجوال: رد يا عمر أنا الجنة، رد يا عمر أنا الجنة. يا غالي الجنة عندك في البيت فلا تضيعها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إلزم رجلها عن الأم، عن الأم، عن هذا الكنز العظيم، الباب الكبير إلى جنات النعيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: إلزم رجلها فثم الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الوالد، عن الأب: الوالد أوسط أبواب الجنة. إذا أردت الجنة وإذا أردت أن تتنعم في نعيم الدنيا قبل الآخرة فعليك ببر الوالدين، عليك بحسن الخلق مع أمك وأبيك حتى تنعم في الدنيا قبل الآخرة وتنال رضا الله سبحانه وتعالى. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الله من رضا الوالدين وسخط الله من سخط الوالدين. قبل ما أختم هذه الهمسة وهذه الخاطرة، إن كانت أمك أو أبوك بجانبك قبلة على الرأس، قبلة على اليد، وإن استطعت على القدم فوالله سيرفع الله عز وجل من قدرك ويعلي من شأنك. فهؤلاء هم الوالدين الذين قال عنهم الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. جمعني الله وإياكم بوالدينا في الفردوس الأعلى من الجنة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يديم علي وعليكم النعم، وأن يديم علينا وعليكم الصحة والعافية. أخي المبارك، أختي المباركة، سأتكلم في هذه الدقائق المعدودة أو في هذه اللحظة المباركة، وأسأل الله أن يجعل هذا الكلام حجة لي ولكم يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. سأتكلم عن حديث الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون بهما كثير من العباد، الصحة والفراغ. لتعلم أيها المبارك أن هذه الصحة وهذه العافية التي أعطاني الله إياها وإياك هي نعمة، وربما والعياذ بالله في بعض الأوقات تكون نقمة على صاحبها. أخي المبارك، تخيل معي وتأمل معي في دقيقة واحدة، هذا البصر فيما استخدمته؟ هل هذا البصر أو هذه النعمة التي أعطاك الله إياها تقربك من الله جل في علاه؟ هذا السمع وهذه الخطوات التي تخطو بها تقربك من الله جل في علاه؟ أم أنها والعياذ بالله تبعدك عن الله جل في علاه؟ حبيبي، أخي، أختي، أبي، أمي، هذه الرسالة هي رسالة محب ومشفق. هذه النعم لتكن شاهدة لنا يوم القيامة. يقول ربي جل في علاه: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون، بما كانوا يكسبون. لنعلم علم يقين أنها أحد
أمرين لا ثالث لهما، إما شاهدة لك وإما شاهدة عليك، فلنتق الله فيما أعطانا الله من نعم. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أوقاف بلاغ التابعة للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمطار القديم بجدة. بلاغ مصارف الأوقاف، دعوة غير المسلمين للإسلام، رعاية المسلم الجديد، كفالة الدعاء، طباعة الكتب، تحجيج المسلمين الجدد، إقامة المحاضرات والدروس، الملتقيات الدعوية، الدعوة التقنية، المصاريف التشغيلية، الجولات الدعوية، توزيع المصاحف، الوقف، حياة ثانية. ساهم معنا عبر هذه الحسابات. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ساهم معنا في وقف جمعية حافظ لتحفيظ القرآن الكريم بوادي حلي، لكي ترفع مع أهل القرآن وتشملك الخيرية. للتواصل جوال الوقف 050-451-5401. نعيش مواقفا فاضت وئاما، ونبني من محبتنا قصورا، فأجمل ما يعيش المرء حقا دقائق توقظ الغافي دهورا دهورا. نمد الروح أنسا